بيحكي فيلمنا النهاردة عن لعبة ملعونة اسمها اللاعن، واللي بتتحكم في الشخص اللي بيلعب بطريقة عجيبة وبتأذي كل الناس اللي بيكونوا حواليه. وبمجرد الدخول في اللعبة بيبقى اللاعب مجبور يجاوب على كل الأسئلة يا إما يموت. وبيتخلصوا من اللعبة ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في أحداث الفيلم بتاعنا. بتبدأ أحداث الفيلم بشخص اسمه جاري، وهو قاعد في أوضة خاصة بيه، وبيبقى مراته لورا وابنه جايب قاعدين معايا في البيت. فبيقعد جاري على الجهاز بتاعه وبيبدأ يلعب لعبة اللاعن، وبيكتب على الشاشة المستوى الأول، وبعديها بتبدأ اللعبة، وبتفضل اللعبة تكتب كل تفاصيل جاري في الوقت اللي بيلعب فيه اللعبة. لكن هو في الأول مش بيبقى فاهم حاجة لحد ما بيشرب إزازة خمرة وبيخلصها، وبيشوف إن اللعبة بتكتب الكلام ده وبتسأله لو عاوز غيرها، فبيوافق. وفجأة بيجيله إزازة تانية مليانة، وبيستغرب جدا من اللي بيحصل ده، وبعدها بتسأله لو عاوز النور ينطفي. فعلا بيوافق، وأول ما النور بينطفي المزيكا بتشتغل بصوت عالي جدا، وبيظهر مع الصوت العالي ده كلام وهو مش بيبقى فاهم ايه اللي بيحصل. وبتسأله اللعبة سؤال لسانه ولا ودنه، وبتعرفه يا يختار يا يموت. لكن هو بيحاول انه يهرب من اللعبة، وبيحصل له صوت فظيع في ودنه مش بيستحمله، وبيسمع كملمة الموت، فبيكتب لسانه عشان يخلص من اللي هو فيه. وفجأة الصوت بيسكت وبيطلع من الأوضة بتاعته، فبيتصدم من اللي بيشوفه لأنه بيلاقي لورا قطعت لسان ابنه جاي، وبتقول له أنا مش عارفة ده حصل إزاي، واللعبة بتكتب إنه كده عدى المستوى الأول، والمستوى التاني هيبقى بكرة في نفس الميعاد. فبيجي المستوى التاني وبتخيره ما بين ذراع جايب ولحم لورا، وبيختار لورا، وبعدها بتخيره بين راس لورا وعين جايب، فبيختار عين جايب، وبتقول له اللعبة إنه لو مش عاوز يكمل اللعبة ينشر اللعبة في كل مكان. وبيوافق فعلا وبينشرها عشان يخلص هو وعيلته من اللعنة دي. بعد 3 شهور بنيجي البنت اسمها كايلا، بتشتغل عاملة نظافة في مبنى كبير اسمه كاسمت، وبعدها بتروح لواحد صاحبها اسمه إيزا اللي بيشتغل في بيع الحاسوب أو تصليحه، وبيبقى بيجمع الخردة وبيبيعها. وبتدخل كايلا عنده وبتشوف في الخردة حاجات كتير من ضمنهم لعبة اللاعن، وبتسأل إيزاك عنها لكنه مش بيبقى عارف عنها أي حاجة. فبيلاقوا جوه اللعبة إن في جايزة كبيرة للي يحل لعبة اللاعن، ولأن كايلا كانت ظروفها وحشة ومحتاجة فلوس، فبتقرر تتصل على الرقم اللي في اللعبة علشان تعرف التفاصيل. لكن اللي بيحصل إن اللي بيرد بيفكر إن كايلا كسبت في اللعبة، وبيطلبوا منها تدخل الكود علشان تستلم الجايزة، ولأنها مش معاها كود ولا حاجة الخط بيفصل، فبتفهم إنها لازم تلعب اللعبة علشان تحصل على الكود اللي هتجيب به الجايزة. وبتتفق مع إيزاك على ميعاد يتقابلوا فيه علشان يتفقوا هيعملوا ايه، وبتمشي. وبتوصل بيتها اللي بتبقى عايشة فيه مع أمها، وبتبقى أمها بتعاني من حالة نفسية وحشة جدا بسبب موت أخوها ريكي وهو بيعوم. فبتفضل أمها مشغلة تسجيل بصوت ريكي وهو بيتكلم معاها، وحطاه في الدب بتاعه ومش بتسيبه خالص. وبيبقى فيه واحد تاجر مخدرات اسمه لانس بيستغل مرض أمها وبيديها مخدرات علشان تفضل هادية، وبتحذرها كايلا منه، لكن أمها مش بتسمع لها وبتفضل تقول كلام مش مفهوم. بالليل بتروح كايلا على الكافيه علشان تقابل إيزاك زي ما اتفقوا مع بعض، لكنه بينسى الميعاد ومش بيروح، ولما بترن عليه مش بيرد. فبتقرر كايلا انها تبدأ اللعبة لوحدها وهي في الكافيه، وبتجيلها النادلة وبتسألها لو عاوزة تشرب حاجة، فبتعرفها كايلا انها تشوف القايمة وترد عليها. وبتبدأ اللعبة وبتلاقي كايلا ان اللعبة عارفة كل حاجة هي بتعملها في الوقت اللي هي فيه، كمان بيكتب الكلام قبل ما بيتقال، فبتستغرب جدا وبتسألها اللعبة هي عاوزة ولا قهوة، فبتستغرب جدا لأن ده هو اللي موجود قدامها في القايمة، وبتكتب ساعتها إنها عاوزة قهوة. فبتلاقي النادلة بتصب لها القهوة، وبتبقى كايلا مش فاهمة اللي بيحصل، وبتكتب لها اللعبة إذا كانت عاوزة تستريح شوية، فبتخاف وبتقفل اللابتوب علشان تلاقي كل اللي حواليها اختفى، وبيظهر شبح اللعبة قدامها وبيقول لها إنها لازم تختار يا إما هتموت. فبتفتح اللاب بسرعة وهي مرعوبة من اللي بيحصل، لكن بتكتب بسرعة انها محتاجة تستريح شوية علشان تلاقي النادلة بقت في حالة غريبة جدا ومش في وعيها، وبتفضل تكسر في الكوبايات اللي على الرف واحدة واحدة. فبتسألها اللعبة هي عاوزاها تكمل تكسير ولا تنظف المكان، فبتكتب كايلا انها توقف وتنظف المكان، وبعدها بتلاقي النادلة فاقت من اللي هي فيه وبتقعد على الأرض وبتاكل الإزاز. فبتصرخ كايلا وبتحاول إنها تلحقها، لكن مش بتقدر لحد النادلة ما بتموت، وبتكتب لها اللعبة إنها اتنقلت على المستوى التاني واللي هيبقى في نفس الميعاد تاني يوم.
وبتفوق كايلا من النوم وهي مفزوعة علشان تلاقي ضابط شرطة عندهم بيحقق في اللي حصل مع النادلة في الكافيه، لكن هي مش بتقابله. وبتطلع من البيت وبتشوف لانس في وشها وبتحذره يبعد عن أمها، لكن هو بيرفض وبيفضل يضايق فيها بالكلام. وبعدها بتنزل بسرعة تروح لإيزاك علشان تقوله اللي حصل معاها، فبيحاول إيزاك إنه يهديها ومش بيبقى مصدق أي حاجة من اللي بتقولها كايلا. وهي بتطلب منه إنه يبحث عن اللعبة دي ويحاول يعرف أي حاجة عنها، وبتتحرك على شغلها. وهي في المكان بيجي الوقت بتاع اللعبة، فبيجي لها اتصال من أمها وهي بتصرخ وبتقول لها إن في فار متوحش في الشقة وعايز ياكلها. لكن كايلا بتحاول تهديها، وفجأة النور بيقطع في المكان وبيشتغل الجهاز على اللعبة، وبيكتب الجهاز المستوى الثاني، وبتعرفها اللعبة كل التفاصيل اللي هي فيها في نفس الوقت اللي أمها بتفضل تصرخ علشان كايلا تلحقها. وبتبقى كايلا شايفة الفار وهو بيطرد أمها في الشاشة، وبتخيرها اللعبة على المكان اللي أمها تروحه، وبتفضل كايلا توجه أمها علشان تهرب منه لحد ما أمها بتقع من الشباك وبتتنقل على المستشفى. وبيكتب الجهاز إنها عدت المستوى ونجحت فيه وهتتنقل للمستوى اللي بعده. فبتفوق كايلا من اللي هي فيه فجأة وبتكسر الشاشة اللي في مكان شغلها، وبتيجي المديرة وبتطردها من الشغل علشان اللي عملته. فبتروح كايلا المستشفى تطمن على أمها، وبعدها بترجع البيت وبتدخل وهي خايفة، وبتلاقي إن الشقة كلها فوضى والباب بتاع الأوضة مكسور. فبتنزل تروح لإيزاك وهي خايفة وبتقوله أنت لازم تصدقني، وبيعرفها إيزاك إنه مصدقها وبيهديها، وبتقوله إن اللعبة هتبتدي الساعة 2. فبيقول لها إيزاك إنه بحث على النت لكن ملقاش أي حاجة عن اللعبة دي. والساعة بتيجي 2 وبتقعد كايلا علشان تكمل اللعبة، وبيحاولوا يعرفوا المكان اللي بيتعمل فيه اللعبة دي. فبتبدأ اللعبة وكالعادة بتعرف كايلا عن كل التفاصيل اللي حواليها، وبيستغرب إيزاك لأن كل اللي بيحصل بتكتبه الشاشة وبيبقى مش فاهم ده بيحصل إزاي. وبتعرفوا كايلا إن اللعبة هتحاول إنها تأذيه، وبتبقى كايلا عاوزة توقف اللعب، لكن بيظهر صوت في ودنها جامد جدا وبتفضل تصرخ لحد ما بيكتب إيزاك إنه محتاج مساعدة. وفعلا الصوت بيقف وكايلا بتهدأ، لكن بيلاقوا سهم بيمشوا وراه، وبيلاقوا إن في غرفتين لونهم أحمر وأزرق، والمطلوب منهم يختاروا واحدة من الاتنين علشان يدخلوا فيها. فبيختاروا الغرفة الحمراء وبيفتحوها، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بتسمع كايلا صوت أخوها ريكي. فبتفضل ماشية ورا الصوت على أمل إنه يكون عايش، لحد ما بتلاقي نفسها وصلت للمسبح اللي غرق فيه، وبتنزل جواه وبتفضل تنادي عليه، وإيزاك بينزل وراها لكن مش بيقدر يوصل لها، وبيفضل ينادي عليها لكن مش بتبقى سمعاه، لحد ما بيهجم شبح اللعبة على إيزاك. فبيصرخ إيزاك وبيغمى عليه، وبتسمعه كايلا وبتجري عليه، وبيبقى عندها اختيار من الاتنين، يا تنقذ أخوها يا تنقذ إيزاك. فبتختار إيزاك وبيهجم عليها شبح اللعبة، لكن بتقدر تبعده عنها لحد ما بيفوق إيزاك وهو في بيته، وبيلاقي كايلا جنبه والجهاز بيكتب إنها تخطط المستوى ونجحت فيه وهتتنقل للمستوى اللي بعده. تاني يوم بيقول إيزاك لكايلا إن اللي كان موجود ده مش أخوها وإنه كان فخ، فهي بتقوله إنها عارفة علشان كده اختارته، وبيقدروا يحددوا المكان اللي اتعمل فيه اللعبة، وبيروحوا على هناك بسرعة قبل المستوى اللي بعده ما يبتدي. لما بيوصلوا المكان بيتصلوا على رقم التليفون، بيلاقوا إنه بيرن قريب منهم، لحد ما بيوصلوا عنده وبيلاقوا ان اللي بيرد عليهم ده تسجيل بيرد تلقائي لما التليفون بيرن. وبعدها بيلاقوا شريط مكتوب عليه النسخة التجريبية الاولى للاعن، فبيشغلوها علشان يعرفوا ده ايه. فبيلاقوا ان اللي عمل اللعبة دي اسمه انجو بيك، وبيعرفهم ان دي اول تجربة عملها بعد ما ظهرت اللعنة، وبيبقى شخص قاعد في اوضة وانجو بيك بيتواصل معاه عن طريق اللعبة، فبيخلي الشخص ده يبتدي لعب، واول سؤال بيخليه ياكل دراعه. في نفس الوقت اللي إنجو بيك جرح إيده وكان بينزف، لكن أول ما الشخص دخل في اللعبة بداله اتوقف النزيف على طول، وبكده نجح إنه ينقل اللعنة لحد غيره. وبيقول لها إيزاك إن إنجو ده مجنون وبيخرج الشريط علشان ياخدوه ويمشوا، لكن بيحصل صوت غريب والشريط مش بيرضى يطلع من مكانه، وبيحاول إيزاك إنه يمشي من المكان، وبيظهر الفيديو من تاني لإنجو اللي بيعرفهم إن لو حد غش في اللعبة بتاعته بيبقى ليه عقاب شديد وبيتأذي. وبيشد إيزاك الفيشة وتحول هو لشريط فيديو في شكل بني آدم، وبيطلب إنجو منها يتجري الشريط يترجعه. فبيفضل إيزاك يسف ويطلع من بقه سف الشريط لحد ما بيقف لوحده، وبتروح له كايلا وبتحاول إنها تساعده لكنها مش بتقدر وبيموت. وبتتصل كايلا على أمها علشان تطمن عليها، لكن لانس بيرد عليها
وبيقول لها إنه هيرجع أمها على البيت وهيعتني هو بيها. فبتطلب منه إنها تكلمها لكنه بيرفض وبيقول لها إنها نايمة. وبتوصل كايل على العنوان اللي اللعبة قالت لها عليه علشان نلاقي جاري وابنه جايب ومراته لورا، واللي بيبقى وضعهم وحش جدا من اللي حصل لهم من اللعبة. فبتدخل كايل عليهم وبتقعد معاهم وبيسألها جاري هي لقيتهم ازاي، فبتعرفه ان اللعبة هي اللي بعتتها. وبيحكي لها جاري عن قصته مع اللعبة وبيعرفها ازاي رحمته هو وعيلته لما عمل نسخ كتير منها. فبتتعصب عليه كايلا بسبب انه عمل نسخ منها لان بسببه هي دخلت في اللعبة. وبتبعت اللعبة رسالة على تليفون كايلا بالمستوى الاخير واللي مكتوب فيها انها تقضي على الزعيم علشان تبقى هي البطلة. وبتبعت اللعبة رسالة انتي ولا هو، فبيجري عليها بسرعة جاري وبيضربها بالطبق في راسها، لكن هو اللي بيتعور وبيتوجع. فبتعور كايلا نفسها بالسكينة وجاري اللي بيتعور مش هي، فبيعرفوا ساعتها ان اللي هيضرب نفسه التاني اللي هيتأثر. وبيفضل كل واحد يضرب التاني وابنه يمسك المسدس ويضرب كايلا، فجاري هو اللي بيتأثر بالرصاصة. ولورا كانت عاوزة تنتقم من جاري على اللي عمله فيهم وخدت المسدس وطلعت ضربت كايلا علشان تموت جاري، لكن جاري بيلحقها وبياخده منها. ولما بيجي يقتل نفسه علشان يقتل كايلا بيتفاجئ ان المسدس الرصاص بتاعه خلص، وكايلا بتشيل صخرة كبيرة من الجنينة علشان تقع بيها في حمام السباحة وتموته غرقان، لكن جاري بيسبقها وبيذبح نفسه بالسكينة. بس قبل ما يكملوا بتقع كايلا في المية بالصخرة وبتموت جاري غرقان، ولما بيموت بتنقذها لورا وبتعالج جروحها، واللعبة بتبعت لها رسالة إنها كسبت لعبة اللاعن وبتهنيها. فبكده بتبقى كايلا هي المتحكمة في لعبة اللاعن، وبتقدر من خلالها تخلص على أي حد هي عاوزاه وتتحكم فيه عن طريق اللعبة. وبتبعت للانس دعوة عليها وبتقعد تسأله أسئلة علشان يدخل في اللعبة، فبيتأثر بيها وبتخليه يموت نفسه بطريقة بشعة جداً. وأول لما بيحصل كده بتشفى كايلا من جروحها تماما، وبتقول كايلا في النهاية إن حتى اللعنة ليها فوائد.